الجزائر بالتنسيق مع بلدية المدنية وبعض البلدية المجاورة دورة كروية بين الأحياء تزامنا واليوم العالمي لمكافحة تعاطي المخدرات، وذلك بغية حث الشباب على ممارسة الرياضة والابتعاد عن الآفات الاجتماعية. ونشط نهائي الدورة فريقي المدنية وحي الزبير، في حين نشط لقاء الافتتاحي قدماء فريق شباب بنو زاد وكهول من حي المدنية. وليد معمري حضر وعاد بالتالي. تزامنا مع إحياء اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، مصالح أمن الجزائر بالتنسيق مع لجان إحياء المدنية، نظمنا تظاهرة رياضية في كرة القدم والتي انطلقت خلال شهر رمضان، واليوم نهائي هذه الدورة. طبعا الهدف هو يعني تحسيس المواطنين من مخاطر استهلاك المخدرات. بون سي توجور بليزير، راك تعرف بلي كرة القدم دركا اصبحت حاجة اللي تفتح البيبان لكل الامور. شفنا بلي راهي هذه تظاهرة، هذه دورة كروية اللي داروها باش يوروا يوعوا الناس، يوعوا خصوصا في هذا الحي الشعبي المعروف بانصاره، معروف بالشباب تاعو، باش يوعوهم بخطورة المخدرات وخطورة هذه الآفة. وهذا راح كما يقول لك تحتنا باش نحتوا كما يقول لك الشبان، باش كما يقول لك ما يروحوش يعطيوا المخدرات، يعني يروحوا يمارسوا كرة القدم. تظاهرة مليحة هذه تاع المخدرات، ونشكروا الأمن الوطني اللي موقفين على التورنوا هذه يا صافي بليزير، نشكروهم على الوقفة هذه، والحمد لله جازت في ظروف مليحة ملي بداتهم رمضان. صافي بليزير جمع الغاشية هكا سورتو فينر كيما هذه. والله جات في ظروف روح رياضيه كبيره، ونشكرهم على الحي هذا اللي وقفوا عليها بزاف وتعبوا عليها وسهروا بزاف على جالها، ونحيي الامن تانيك عاونوهم بزاف ووقفوا عليها.